بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة كشوف رسم اللغات تشرف النهاردة تقديم عرض مسرحي بعنوان وحشاني يا أمي، وزي مثل عصام توفيق ما بيحب يقولها وحشاني يما I miss you mom. تأليف مستر إبراهيم الخشاب وتدريب مستر عصام توفيق رئيس قسم اللغة الإنجليزية لمدرسة كشوف رسم اللغات مع مستر السيد حسن ومستر إبراهيم الخشاب ومستر وليد السيد ومستر السيد إبراهيم وجميع أسرة اللغة الإنجليزية. تم مراجعة النص اللغوي للمسرحية بواسطة مس إكرام أبو زيد. هنبدأ بالمشهد الأول في مسرحية وحشاني يا أمي، إعداد قسم اللغة الإنجليزية لمدرسة شكر رسمية اللغات. المشهد الأول خضيتي ليه؟ Is my mom, a spring of tenderness, a river whose non-stop giving. You are the first face that I saw, and your kiss is the first kiss that I had, the first hug that I was given. Thanks, mom, for everything. I cannot repay your favor. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. And we have joined upon man care for his parents. His mother carried him, increasing her in weakness upon weakness, and his weaning is in 2 years. Be grateful to me and to your parents. To me is the final destination. صورة جماعية مع المشهد يا مستر عصام، مستر وليد، مستر ضغام، مستر محمد زكريا، وأي حد عاوز يتصور معاهم يتفضل يا جماعة، ولو مستر عصام عاوز يشكرهم يتفضل. ودلوقتي مع المشهد الثاني من مسرحية I miss you mom، اتفضلي. Oh my mom, how can I forget you? I still remember when I was washing the dishes on the mat. Out of the blue, the mat fell to the ground and broke. You didn't scare or punish me. Conversely, you hurried to make sure that I'm safe and sound, and I'm not hurt. You gathered the broken glass silently without one single word rebuke. واخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. And lower to them the wing of humility out of mercy, and say, My Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small. شكرا للطلاب. المشهد الثاني، قدموا نفسكم لله. ميسان يعني فعلا قدموا نفسكم. شغل الام زمان مش دلوقتي. صعبه دلوقتي، الام بتنام وتعمل الغساله وتصحى تلاقي الغسيل. معلش اسف يعني سر عصام، لازم اقول الحقيقه. غلط انزل يعني انت عايز كده. هنقدم الطلبه على اسمك. لا صورة جماعية مع الطلاب. معلش المشهد التاني اللي عاوز يتصور يتفضل معانا يا جماعة. نور، شكر خاص للطالبة المبدعة نور إبراهيم اللي بتعمل الفيديو تاني للمسرحية. كلام عام صور زين. شكرا للمشهد التاني. هذه مريضة. شكرا للمشهد التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد الثالث من مسرحية I miss you mom. وحشتيني يا ماما.
late, even though my mom told me to come home early. She was very nervous and worried about me. When she asked me why I was too late, I started shouting at her, "But you, my heart." But you, my heart, kept silent and wanted on my shoulder until I became calm again. Sorry. Sorry, mom, for being so unpolite. I'm the naughty girl. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. One or both of them reach old age well with you. Say not to them so much as oof and don't expel them, but I say in English, many thanks. You are brilliant, more brilliant than us. Thank you. Can I have hands for them? ودلوقتي معانا مع المشهد الرابع من مسرحية I miss you, mom. وحشتيني يا ماما. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Worship Allah and associate nothing with him, and to parents do good. والطالبة الأمر والاكتشاف شكرا كلاب هانس فورفيت صورة تذكارية معاهم. اللي عاوز يعمل كريزي معايا ايه يعمل؟ انا ابو كريزي. كلاب هانس فورفيت بليز. ودلوقتي مع المشهد الخامس من مسرحية مدرسة كشوف الأسماء اللغات. Start. Thank you.
are now called the mother of the martyr, and it's an honor for anyone to sacrifice their soul for the home country, Egypt. I am the best place. الصورة مش باينة خليها ما شاء الله حاجة بصراحة اكسبيرمنت
think this kind of show is very perfect. I have seen some brilliant students, not just students, but brilliant students. About حاجة جميلة. بصراحة أنا شايف كل مشكور طبعا للنص اللغة الإنجليزية على صوت مستر عصام مستر محمد كل الناس اللي قاعدين كل الناس المشاركين بما في ذلك the brilliant students again are brilliant students طلبة جزيلة thanks شكرا مستر عصام اتفضل يا باشا برضه هنعيد طبعا مستر وليد الاول برحب بيه الموجه المدرسه بتاعنا ويا رب بشوفه موجه عام رجل محترم طبعا وطالما هو اسمع عليكم انا ما اقدرش اتكلم بعده شكرا شكرا